أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحوار الوطني يلقي اهتماما بالغا من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي يلقى هذا الاهتمام في ظل توجيهاته المستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات إلى خطط تنفيذية تسهم في تحقيق المستهدفات في مختلف القطاعات. جاء ذلك خلال استعراضه تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني حتى منتصف مارس الجاري. وأضاف مدبولي أنه في إطار آليات متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين عن مجلس الوزراء ومسؤولي الحوار الوطني وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مؤكدا أنه سيتابع عمل اللجنة وسيلتقي بهم قريبا.